حلو جدا. نروح بقى على الماتش وسؤال كريم وفكره. هنا هنتكلم ذهاب واياب، يعني ذهابا وايابا، ونبدا بذهابا بس مش عايزين نطول في التحليل، ولكن احنا شفنا العنوان بتاع هذه المباراه في الذهاب اللي هي الفرص الضائعه، ويمكن ده مش العنوان الاول اللي ممكن ان احنا او حصلنا عليه. احنا عندنا في الفتره الاخيره للاسف الشديد، وهنتكلم بمنتهى الشفافيه، مشكله في اللمسه الاخيره، مع ان انت بتبقى مسيطر وبتروح وعندك فرص كتيره جدا، ويمكن الهجمات بتاعتك بتبقى اعدادها كبير جدا مقارنه بالفريق الاخر، لكن ما بت يعني زي ما بيتقال كده ما بتكملش للنهايه. ليه؟ نتكلم على الماتش الاولاني وبعدين الماتش الثاني، دي قصه ثانيه. الماتش الاولاني، الماتش الاولاني احنا وصلنا ان احنا ممكن كان نكسب مش اقل من 5 أو 6 أهداف، انفرادات كامله. انفرادات كامله في الماتش الاولاني. مسيطرين على الماتش طول الماتش تقريبا، من خطا يعني بسيط جدا احرزوا منه هدف، نتيجه ان في بعض اللعيبه كانوا في المنتخب بذلوا جهد خرافي في البطولة العربية وفي أمم أفريقيا، وطبعا في الماتشين بتوع كأس العالم، استنفذوا كل طاقتهم في الشهرين دول، لا زالوا بيعانوا من الجهد اللي هم بذلوه في البطولة العربية اللي كانت كل الناس رايحة بالأجبال وبال. ازاي علاقته باللمسة الأخيرة أو الفرص الضائعة؟ العضلة بتوصل لمرحلة من الإرهاق والتعب، وده بيأثر على الجهاز العصبي في اللاعب. هل اللي حضرتك تفضلت بيه دلوقتي وذكرته ده ممكن ينطبق على الفرصة اللي أهدرها بيرسي تاو في وقت من الأوقات في ماتش العودة؟ ساعة لما رقص المدافعين ودخل وعدى الجول، بس هو كان هو بيجري يعني، كان ما بين الجري وما بين الكعبلة، فشاطها يعني ما أعرفش ليه حسيت اللقطة دي تنطبق عليها المواصفات اللي حضرتك ذكرتها. بس هو تاو مش مرهق، يعني تاو ما هوش مرهق، انما هو لسه لم يتاقلم مع فرقه النادي، يعني لسه محتاج وقت، لكن هو مش مرهق، يعني ان هو يعني ما لعبش البطوله العربيه ولا افريقيا ولا تصفيات كاس عالم ولا حاجه، انما هو لسه تحس ان هو مخضوض، حتى لما الكاميرا بتيجي على وشه تحس ان هو لسه مش متاقلم مع الفرقه، لسه محتاج وقت، محتاج جانب نفسي ان هو يتاقلم مع الحياه هنا في مصر، ولسه تحس ان هو مش هو ده اللي احنا في البدايه اول ما جه كان الحقيقه كان اكتر من رائع طبعا. فالماتش ده احنا ضيعنا فرص كتير جدا، مش معنى كده ان احنا كنا وحشين. المدير الفني وظيفته انه بيبني خطه لعب بيوصلك للمرمى بتاع المنافس 20 مره. انت شفت كام شوطه، ضيعت كام فرصه، الفرص اللي بتضيع ديت مع لعيبه بحجم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، لا ما هو ده دي مش وظيفة مدير فني. وبالتالي العبء الكبير بيبقى على اللاعب. صحيح المدير الفني ممكن يتحمل جزء في بعض حاجات، منها في التغييرات مثلا. انا النهارده الفينشنج عندهم هم، انا النهارده مش موفق، يبقى انا في الوقت ده ممكن ان انا يبقى فيه البديل. ده انا اللي باخده بس على موسيماني، لما يكون هناك في لاعب مش موفق ماتش واثنين وثلاثه، لا يبقى في فرصه لحد تاني. زي مين برضه كابتن عادل؟ لا مش هقول اسماء من فضلك، لا بلاش اقول اسماء، لكن انا اللي انا بتمناه ان انا الجمهور بتاعنا لازم يبقى واقف ورا، هو واقف طبعا، لكن هناك من يتربص بالنادي ويرجع يقول ان ضربه الجزاء كانت وهميه، العالم كله بيقول ان ضربه الجزاء سليمه بما فيهم الكاف قال ان ضربه الجزاء سليمه 100%. ايه مصلحتك انك انت تشكك في فوز النادي الاهلي عشان الماتش الاعاده، الماتش الاعاده اللي هناك علشان تثير الجماهير هناك ويبقى الاستقبال مش كويس وهو لاخره؟ هو للدرجه دي التربص ممكن يعني توصل درجه سوء النيه للدرجه دي؟ طول عمرنا ده تفكير وتخطيط اللي هو شيطاني ثعباني والله طول عمرنا. صحيح والله فعلا، والله فعلا التربص ده بقالنا مش اقل من 20 سنه، لان انا يعني انا زمان عشت الفتره ديت، كان الاهلي والزمالك بيلعبوا ماتشات مع بعض ضد فرق جايه من اوروبا، يعني كابتن صالح وكابتن طه وكابتن عادل هيكل لعبوا اهلي وزمالك في ملعب الزمالك ضد توتنهام، احنا شخصيا لعبنا اهلي وزمالك ضد المانيا الشرقيه، وانا لعبت الماتش ده يعني وفي ملعب النادي الاهلي، وكان الله يرحمه الكابتن عبد الصالح كابتن حسن حلمي، الاثنين بيحطوا التشكيل. شوف بقى لما يقعدوا الاثنين يحطوا تشكيل، انت النهار الشوط الاولاني 5 ومن عندك 6، الشوط الثاني كذا، تفاهم كامل.
الروح دي بعض العناصر للاسف دخلت شوهت الروح الجميله ديت للاسف. فطبعا الناس دي ما بتتحاسبش. لو هناك حساب للناس ديت لابد يبقى في حساب، لانه الفتنه دي اشد من القتل.